السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة الدبلوم التجاري والتعليم الفندقي أهلا بكم في حلقة جديدة من من برنامج سر التفوق النهارده إن شاء الله معنا معنا مادة قانون العمل والتأمينات الاجتماعية طبعا إحنا خدنا حلقتين قبل كده اتكلمنا في الحلقتين وبفكرك وبفكرك تاني ان احنا عندنا المنهج بتاعنا مقسم الى ثلاث اجزاء اول جزء قانون اسمه قانون العمل او قانون رقم 12 لسنه 2003 الجزء الثاني قانون رقم 81 ل 2016 قانون الخدمه المدنيه الجزء الثالث قانون رقم 79 لسنه 1975 قانون التامينات الجزء اللي احنا شغالين فيه قانون العمل طيب قبل ما نكمل حلقة النهاردة إن شاء الله عايزين زي ما تعودنا نراجع على الجزء اللي فات عشان ما ننساش نحضر أو والقلم بتاعتنا عشان الأسئلة اللي هتتقال كمان في الحلقة هنحل بإذن الله مع بعض أسئلة الكتاب في نهاية الحلقة طيب الجزء اللي فات اتكلمنا على إيه عشان نربط الجزء اللي فات بالجزء بتاع النهاردة إن شاء الله المادة بتاعتنا اسمها قانون العمل والتأمينات الاجتماعية طيب بالنسبة لقانون العمل، يعني إيه قانون عمل؟ ده اللي إحنا قلناه في الحلقات اللي فاتت. قلنا قانون العمل ده عبارة عن مجموعة من قواعد قانونية، مجموعة من قواعد قانونية تنشأ أو تتولد ما بين العامل وصاحب العمل، يعني في قانون اتحط عشان يحكم علاقة ما بين عامل وصاحب عمل. طيب العامل وصاحب العمل ده ممكن يكون صاحب العمل شخصيه طبيعيه او اعتباريه تاني الحته دي مهمه جدا قانون العمل معمول ليه قانون العمل معمول عشان يحكم علاقه ما بين اتنين مين هما الاتنين دول واحد شغال عند واحد تاني الواحد اللي شغال ده اسمه العامل طب واللي شغال عنده اسمه صاحب العمل وصاحب العمل ده نخلي بالنا من, من النقطه دي مهمه جدا ممكن يكون شخص طبيعي او اعتباري يعني ايه مستر طبيعي او اعتباري شخص طبيعي يعني انا متعاقد معاه بطبيعته بهيئته الشخصية اما شخص اعتباري انا متعاقد او العقد ده مع شركة يبقى كده اسمه شخصية اعتبارية طيب حد هيسأل يقول لي هو ينفع العامل يكون شخص طبيعي او اعتباري طبعا هنقول له لا استحالة العامل لازم يكون شخص طبيعي اما صاحب العمل ممكن يكون شخص طبيعي او اعتباري يبقى بنقول تاني قانون العمل مجموعه قواعد هتحكم علاقه ما بين اتنين من هما عامل وصاحب عمل صاحب العمل ده ممكن يكون شخص طبيعي او اعتباري طب انا يا مستر هشتغل ببلاش لا طبعا مقابل اجر يعني لازم اخد اجر عن العمل بتاعي اذا توافر رابط التبعيه يعني ايه رابط التبعيه لو في حد شغال عند حد أصل أنا ممكن أكون بعمل عند بشتغل عند واحد وباخد منه أجر ويكون العمل خاص وكل حاجة لكن مش تابع ليه وهنفهم الكلام ده بعد كده يبقى ده قانون العمل طيب العمل عموما بينقسم إلى كم نوع زي ما قلنا الحصة اللي فاتت العمل بينقسم إلى نوعين العمل الإنساني عموما بينقسم إلى نوعين إيه هما عمل عام وعمل خاص يبقى لو جالنا سؤال أكمل وقال لك كده ينقسم العمل الانساني الى، هقول له واحد العمل العام، اتنين العمل الخاص. طب ايه الفرق ما بين العمل العام والعمل الخاص؟ العمل العام هو العمل الذي يتم لحساب شخص من اشخاص القانون العام باعتباره سلطه ذات سياده، يعني ايه؟ يعني انا شغال في جهه حكوميه لدى تابع لوزاره، يبقى انا هنا بشتغل لحساب شخص من اشخاص قانون الدوله او القانون العام باعتباره سلطة ذات سيادة، أما العمل الخاص بقى هو الذي يتم لحساب شخص من أشخاص القانون الخاص. طيب، حد هيسأل هو أنت بتقول لنا الفرق ليه؟ هقول لك ليه؟ ما هو السؤال المنطقي قانون العمل ده هل يطبق على العمل العام ولا العمل الخاص؟ مبدئيا قانون العمل يطبق على العمل الخاص. تاني يبقى قانون العمل اللي احنا بنتكلم عليه او قانون رقم 12 لسنة 2003 ده يطبق على القطاع الخاص فقط طيب هل العمل الخاص ده نوع واحد ولا متعدد الانواع لا هقولك العمل الخاص ثلاث انواع طبعا اللي متابعنا دلوقتي بيحضر الورقه والقلم لان انا براجع على الجزء اللي فات عشان نربطه بحلقه النهارده ان شاء الله العمل الانساني ينقسم الى نوعين عام وخاص مادتنا قانون العمل بتطبق على مين او مين الخاضع ليها العمل الخاص طب العمل الخاص كم نوع تعال نقول لك كم نوع عندنا عمل مستقل وعمل مشترك وعمل تابع برضو الكلام صعب يعني ايه يعني اي حد شغال عمل خاص مش هيخرج من الثلاثة دول لا اما مستقل لا اما مشترك لا اما تابع طب نوضح اكتر يعني ايه عمل مستقل العمل المستقل العمل من اسمه كده يعني ايه عمل مستقل؟ بستقل بيه لحساب نفسي، أنا بشتغل عند نفسي، يعني مش خاضع لحد، يعني محدش بيتحكم فيا، يعني بستقل بالعمل بتاع أنا وأنا تحت إدارتي وتصرفي، تصرفي أنا شخصيًا، يبقى أنا هنا مش شغال عند حد، ده العمل المستقل. النوع الثاني العمل المشترك، هو العمل الذي يخضع لسلطة جماعية عمالية. تاني العمل المشترك هو العمل الذي يخضع لسلطة جماعية عمالية طيب يعني ايه برضو يا مستر سلطة جماعية عمالية لما اقول عمل مشترك يعني السلطة هنا سلطة جماعية يعني عايز يقولك ان ما فيش حد شغال عند حد يعني ما فيش حد تابع لحد طيب ده هو عايز كده يوصلنا لحاجة اه ما احنا قلنا قانون العمل ده قلنا يطبق على القطاع الخاص لكن انهي نوع من انواع العمل الخاص ما احنا عندنا مستقل ومشترك النوع الثالث بقى اللي بنتكلم عليه العمل التابع ثاني العمل التابع يعني ايه عمل تابع؟ هو العمل الذي يتم تحت إدارة وإشراف وتوجيه رقابة من يتم لحسابه العمل اللي نقصد بيه صاحب العمل ثاني العمل التابع هو العمل الذي يتم تحت إدارة وتوجيه ورقابة من يتم لصالحه العمل اللي هو صاحب العمل طبعا مقابل ايه مقابل اجر طيب حد هيقول لي انت قلت مقابل اجر هو في عمل اصلا من غير اجر اه في عمل من غير اجر وده لا يخضع لقانون العمل طب ليه لان العمل اللي من غير اجر ده بنسميه عمل تطوعي عمل تطوعي يحكم بمقتضى قانون المدني للدوله يعني قانون العمل ملوش دعوه خالص بالعمل التطوعي تاني قانون العمل ليس له علاقة بالعمل التطوعي قانون العمل بيتكلم بس على العمل اللي مقابل فيه أجر طيب يعني معنى كده ان قانون العمل ده يطبق على القطاع الخاص انهي نوع من الخاص احنا قلنا الخاص ثلاثة مستقل ومشترك وتابع طيب هنربط بقى الكلام ببعض احنا قلنا في تعريف قانون العمل مجموعة قواعد قانونية هتحكم علاقة ما بين اتنين العامل وصاحب العمل اذا توفر شرط التبعية تبعية يعني ايه يعني في حد بيسمع كلام حد وينفذه وبيشتغل تحت ادارته اه برافو عليكم ده بقى متوفر في انهي نوع من عمل الخاص برافو عليكم العمل التابع اذا هنا قانون العمل يطبق على العمل الخاص بصفة عامة وفقط على العمل التابع يعني معنى الكلامي ان العمل المستقل لا يخضع لقانون العمل ايوه صح لا يخضع لقانون العمل والعمل المشترك لا يخضع لقانون العمل طب ليه يا مستر ما يخضعوش وهم عمل خاص هقولك ليه في العمل المستقل مين شغال عند مين اه ما فيش حد شغال عند حد انا لو بشتغل عمل مستقل يبقى بشتغل عند نفسي طب زي ايه نوضح اكتر يعني لو انا بشتغل مثلا حرفي سباك نجار المهن دي كلها انا اه عمل خاص لكن انا مش تابع لحد أنا بستقل بالشغل ده لحساب نفسي أو زي مين كمان؟ زي المحاسب اللي فاتح مكتب أو زي المحامي اللي عنده مكتب بالليل أو زي الدكتور اللي عنده عيادة خاصة ده اسمه عمل مستقل عمل إيه؟ مستقل لا يخضع لقانون العمل كذلك العمل المشترك لا يطبق عليه قانون العمل أمال العمل اللي هيطبق عليه قانون العمل العمل التابع فقط أفهم من كده الشرط الوحيد اللي يفرق في نوعية الأعمال الخاصة اللي يطبق عليها قانون العمل هو شرط التبعية اللي هو العمل التابع يعني يبقى اللي احنا قلناه دلوقتي تعريف قانون العمل وكمان عندنا العمل بينقسم إلى نوعين عام وخاص الخاص كم نوع برافو عليكم مستقل ومشترك وتابع طيب هل يا مستر في شروط عشان اطبق قانون العمل عندنا حاجه اسمها نطاق تطبيق قانون العمل من حيث الموضوع ومن حيث الاشخاص لا ده كلام كبير مش فاهمينه طب ركز معايا شويه كده لما اقول نطاق تطبيق قانون العمل من حيث الموضوع اقصد بيه شروط تطبيق قانون العمل يعني ايه اي عمل عايز تعرف ينطبق عليه قانون العمل ولا لا لازم يتوافر فيه ثلاث شروط بمعنى ايه لو اللي بيتفرج علينا دلوقتي عايز يعرف بابا هل يطبق عليه قانون العمل ولا لا؟ اساله الاول. ثلاث اسئله لو جاوب عليهم الثلاثه بصح او هم دول يبقى كده يطبق عليه قانون العمل. لو كلمه واحده او شرط واحد من اللي هنساله فيه قال عليه لا او غلط يبقى كده لا يطبق عليه قانون العمل. طب ايه هم الثلاث شروط دول؟ اول شرط ان يكون العمل خاص، ان يكون العمل ايه؟ خاص. يبقى شرط لتطبيق قانون العمل ان يكون العمل خاص. وإحنا لسه قايلين من شوية العمل نوعين إيه هما؟ عام وخاص، يعني معنى الكلام ده كده إن العمل العام لا يطبق عليه قانون العمل؟ أيوه طبعًا، ليه؟ لأن فقد أول شرط، أول شرط إن هو إيه؟ يكون خاص، عشان كده عندنا في كتاب المدرسة سؤال بيقول إيه؟ يخرج العمل العام من نطاق تطبيق قانون العمل ويحكم بمقتضى قانون المدني للدولة، يبقى العبارة هنا إيه؟ آه صح ليه؟ مش إحنا بنقول عمل عام وخاص؟ قانون العمل هيطبق على إيه؟ على الخاص، يبقى العمل العام خرج من الموضوع خالص. طب خرج يعني إيه؟ يعني ليه قانون تاني بيطبق عليه اللي هو قانون الخدمة المدنية، يبقى أول شرط لتطبيق قانون العمل أن يكون العمل خاص. تاني شرط أن يكون العمل بأجر أو مأجور، يعني إيه؟ يعني لازم آخد مقابل مقابل عملي ده أجر. وطبعا هنوضح الاجر في الحلقات القادمه ان شاء الله. طيب معنى كده ان العمل التطوعي لا يخضع لقانون العمل، يعني ايه تطوعي او تبرع مني عمل مجانا بدون اجر؟ ده لا يخضع لقانون العمل. يبقى عندنا شرطين لتطبيق قانون العمل. اول شرط ان يكون العمل خاص، ثاني شرط ان يكون العمل باجر. ثالث شرط بقى ان يكون العمل تابع، ان يكون العمل ايه؟ تابع، والعمل التابع يعني إيه؟ هو العمل اللي بيتم تحت إدارة وتوجيه ورقابة صاحب العمل مقابل أجر. طيب، نلخص كده الموضوع ببساطة، مش عايز حفظ، افهم كل نقطة بنقولها وأنت مش هتشيل هم المادة دي، المادة دي جميلة جدا، شيقة جدا، هنعرف فيها حاجات أول مرة نسمع عنها. نقول تاني العمل نوعين، العمل الإنساني نوعين، عام وخاص. العمل العام هو العمل الذي يتم لحساب شخص من اشخاص القانون العام باعتباره سلطه ذات سياده اما العمل الخاص هو العمل اللي بيتم لحساب شخص من اشخاص القانون الخاص والعمل قلنا بينقسم الى نوعين عام وخاص اما الخاص ينقسم الى ثلاث اقسام ايه هم برافو عليكم عمل مستقل عمل مشترك عمل تابع طب قانون العمل يطبق على مين تمام على العمل التابع فقط شروط تطبيق قانون العمل عندنا ثلاث شروط اطبق بيهم قانون العمل او السؤال ممكن يجي متغير يقول لك ايه, إيه نطاق تطبيق قانون العمل من حيث الموضوع اللي هي شروط تطبيق قانون العمل ان يكون العمل خاص ان يكون العمل باجر ان يكون العمل تابع ده بالنسبه لشروط تطبيق قانون العمل طيب بالنسبه لشروط تطبيق قانون العمل او نطاق تطبيق قانون العمل من حيث الاشخاص قانون العمل يفرق عن اي قانون تاني والميزه اللي احنا هنقولها دلوقتي هي الميزه اللي بتميز قانون العمل قانون العمل قائم على فكره الاستبعاد يعني ايه الاستبعاد المفروض انا لما احط قانون هقول يطبق على مين وما يطبقش على مين وعاده بيقول يطبق على واحد اتنين تلاته لكن قانون العمل بتاعنا قائم على فكره اسمها فكره الاستبعاد، يعني ايه يا مستر الاستبعاد؟ هدي مثال بسيط كده الاول عشان نوضح الفكره دي. انا لو عندي فصل والفصل ده فيه 30 طالب. عملنا لهم امتحان. ثلاث طلاب من ال 30 طالب دول هم اللي رسبوا او هم اللي سقطوا والباقي ناجح. الاسهل ليا وانا بقول النتيجه ان انا اقول ايه؟ تمام. هقول فلان وفلان وفلان راسب والباقي ناجح. نفس الفكرة بالظبط ازاي قانون العمل قال في ثلاث فئات مش هيطبق عليهم قانون العمل طب والباقي يطبق عليه قانون العمل تاني يعني اللي احنا هنقوله دلوقتي الفئات التي لا يطبق عليها قانون العمل مين بقى الثلاث فئات دول واحنا بنقول كده هنعرف ليه ما بتطبقش عليهم قانون العمل اول فئة لا يطبق عليها قانون العمل جميع العاملين بالجهاز الاداري في الدوله ووحدات الحكم المحلي، يعني ايه؟ يعني كل اللي شغال قطاع عام. ليه؟ لان اول شرط لتطبيق قانون العمل ان يكون العمل خاص، واي حد شغال في الدوله او الجهاز الاداري للدوله ده كده عمل عام لا يطبق عليه قانون العمل. طيب يبقى اول فئه بيتم استبعادها من قانون العمل وما بتطبقش عليها قانون العمل جميع العاملين في الجهاز الاداري في الدوله. طيب سؤالها ممكن يجي لنا ازاي في الامتحان؟ مش معتمد على الحفظ، معتمد على فهمك للجمله، انا بقول دلوقتي جميع العاملين بالجهاز الاداري للدوله لا يطبق عليهم قانون العمل. طيب معناها ايه؟ لو انا قلت لك مثلا العاملين بوزاره ايه التربيه والتعليم يخضعون لقانون العمل، قول لي لا غلط، ليه؟ لان اللي شغالين في وزاره التربيه والتعليم دول عمل ايه؟ عمل عام يبقى دول مش هيطبق عليهم قانون العمل تمام مين تاني الفئة التانية التي لا يطبق عليها قانون العمل عمال الخدمة المنزلية وما في حكمهم مش هيطبق عليهم قانون العمل الفئة التالتة اللي مش هيتطبق عليها قانون العمل أسرة صاحب العمل إذا كان يعولهم ويعولهم هنا يعني بيصرف عليهم يبقى كم فئة مش هيتطبق عليها ثلاثة اول فئه جميع العاملين بالجهاز الاداري للدوله ثاني فئه عمال الخدمه المنزليه وما في حكمهم ثلاثه اسره صاحب العمل الذي يعولهم فعلا وكلمه الذي يعولهم فعلا دي شرط من الشروط يبقى دول الفئات اللي مش هيطبق عليهم قانون العمل يبقى احنا كده قلنا ملخص سريع للحلقتين اللي فاتوا. تعالوا مع بعض كده نشوف تذكر ان بتاعتنا عشان نخش ان شاء الله في الدرس بتاعنا احنا قلنا يقصد بقانون العمل هو ذلك القانون الذي يحكم كل العلاقه القانونيه التي تتولد من عمل شخص لحساب شخص اخر يقصد هنا من عامل لصاحب عمل سواء كان هذا الاخر يقصد بها صاحب العمل طبيعي او اعتباري مقابل اجر مع توافر رابط التبعيه وضحنا يعني ايه التبعيه بين العامل وصاحب العمل بعد كده اتكلمنا على علاقة العمل التابع يحكمها قانون العمل، أما علاقة العمل المستقل فتحكم بقوانين أخرى، وخلي بالك من النقطة المهمة اللي جاية دي، لا تسري، يعني إيه لا تسري؟ لا تطبق، ممكن يجيب لك في الامتحان كلمة لا تسري أو لا تطبق أو لا تخضع، التلاتة بمعنى واحد، لا تسري أحكام قانون العمل على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تمام؟ لأن دول عمل عام. طيب العمل العام إيه هو؟ هو العمل الذي يتم لحساب شخص من أشخاص القانون العام بإعتباره سلطة ذات سيادة، ده تعريف العمل العام. النوع الثاني من العمل عندنا العمل الخاص، هو الذي يتم لحساب شخص من أشخاص القانون الخاص، وينقسم إلى ثلاث أقسام، مشترك ومستقل وعمل تابع ده سؤال ممكن يجي اكمل ينقسم العمل الخاص الى ثلاث انواع ايه هم هقول له مستقل ومستقل وتابع طب ايه معناهم تعال نبص مع بعض معناهم نطاق تطبيق قانون العمل قانون العمل بيتطبق على مين هنقول الاول من حيث الموضوع خد بالك من السؤال ده مهم جدا يشترط لسريان قانون العمل يعني يشترط لتطبيق قانون العمل ثلاث شروط ان يكون العمل خاص أن يكون العمل مأجور، وكلمة مأجور هنا يعني مقابل أجر. رقم ثلاثة أن يكون العمل تابع أو تبعياً. ده بالنسبة للشروط. طب مين الفئات اللي مش هيطبق عليها قانون العمل؟ لا تسري أحكام هذا القانون على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، عمال الخدمة المنزلية وما ومن في حكمهم، أفراد أسرة صاحب العمل الذي يعولهم فعلا يبقى ده النقطة اللي احنا قلناها، طيب عندنا كمان النهاردة في تذكر أن الإضراب هنفكر بعد كده بالإضراب، يعني إيه الإضراب؟ قانون العمل استحدث حقين هيجي يقول كده استحدث قانون رقم 12 لسنة 2003، استحدث هنا يعني إيه؟ يعني مواد جديدة دخلها في القانون، استحدث حقين حق اسمه الإضراب وحق اسمه الإغلاق، حق الإضراب وحق الاغلاق، طب يعني ايه الاضراب؟ الاضراب هنا مقصود بإيه؟ الاضراب هنا حق من حقوق العمال، بس معنى الاضراب ايه؟ ولازم الاضراب هنا نعرف له المعنى القانوني، بما اننا بنتكلم على مادة قانون العمل، يبقى لازم الاضراب للعمال يكون قانوني، حق الاضراب ده للعامل، أما حق الاغلاق ده لصاحب العمل، خلينا نتكلم على الاضراب، يعني ايه اضراب؟ طبعاً احنا قلنا قبل كده الاضراب هو، خد بالك من التعريف، امتناع جميع العاملين عن العمل الملتزمين به لاسباب مهنيه دون رضاء صاحب العمل. يعني ايه؟ يعني انا عشان اعمل اضراب بيشترط هنا ان يكون الاضراب جماعي. يعني ايه جماعي؟ يعني في جماعيه في الاضراب، يعني يا مستر انا لو لوحدي ما اقدرش اعمل اضراب؟ لا طبعا، لانك هتفقد اول شرط من الاضراب. طب ايه هو اول شرط؟ ان يكون الاضراب جماعي ده شرط من شروط الاضراب عشان كده لو جالك صح وغلط وغلط وخلي بالك من النقطه دي قام احد الافراد احد الافراد بعمل اضراب للدفاع عن مصالح مهنيه اقول له لا خطا طب خطا ليه ده بيدافع عن مصالحه المهنيه ماشي يدافع عن مصالحه المهنيه لكن هو واحد فعشان كده طبعا طب الاضراب ينفع في ايه ده اللي هنعرفه ان شاء الله بعد الفاصل يبقى الاضراب زي ما قلنا ان انا إيه الاضراب هنا لازم يكون جماعي، شرط من الاضراب ان هو يكون جماعي. طيب إيه الاضراب بنقول امتناع جميع العاملين عن إيه؟, ايه؟ يعني انا لو عامل همتنع عن ايه؟ برافو عليكم، عن العمل، انهي عمل بقى؟ الملتزم به في العقد، يعني ايه؟ يعني انا لما بروح اشتغل عند حد من ضمن بيانات العقد ان انا بكتب المهنه انا بشتغل عندك ايه؟ يعني مثلا انا المهنه بتاعتي سائق يبقى انا لما اعمل اضراب بعمل اضراب عن المهنه الملتزم بها في العقد. يبقى نقول تاني هقول لك كده التعريف وهعلمك ازاي تجيب الشروط من التعريف، احنا مش عايزين حفظ عشان الاسئله جايه او قائمه على الفهم. بنقول الاضراب امتناع جميع العاملين عن العمل الملتزمين به لاسباب مهنيه او للدفاع عن مصالح مهنيه دون رضاء صاحب العمل لما يقولك بقى شروط الإضراب إيه لك أربعة أول شرط في الإضراب أن يكون الإضراب جماعي أن يكون الإضراب جماعي الشرط التاني أن يكون عن العمل الملتزم به اللي أنا ملتزم بيه في شغلي الشرط الثالث أن يكون الإضراب الشرط الثالث اللي عندنا أن يكون الإضراب للدفاع عن مصالح مهنية إقتصادية إجتماعية يعني ايه يا مستر؟ يعني بدافع عن مصالح تخص المهنه بتاعتي، سواء كانت المصالح دي اقتصاديه او اجتماعيه. الشرط الرابع دون رضاء صاحب العمل. يعني ايه دون رضاء صاحب العمل؟ طبعا ده قانون فكان لازم يحط الجمله دي، طب يحطها ليه؟ هو الاضراب يعني ايه؟ امتناع جميع يعني هنمتنع عن العمل، طب ده يضر مين؟ يضر صاحب العمل، طب متخيلين كده لما نروح نقول لصاحب العمل والله احنا هنقعد نعمل اضراب، هيوافق؟ لا طبعا مش هيوافق عشان كده قلنا ايه دون رضاه سواء كانت موافقته ديت موافقه صريحه او ضمنيه احنا مش عايزين رضاه بس خلي بالك احنا اه مش مش عايزين موافقته لكن هنبلغه ان في اضراب هنبلغه ازاي دي بقى بنسميها اجراءات الاضراب ايه هي اجراءات الاضراب القانون قال عشان نعمل اضراب قانوني لازم الاضراب ده يتم عن طريق النقابه اللي انا تابع ليها برضو يعني ايه اي مكان او اي شغل بيبقى ليه نقابه يعني مثلا انا كمعلم لينقابس نقابه اسمها نقابه المعلمين المهندس ليه نقابه اسمها المهن... نقابه المهندسين معنى كده اي اضراب هيتعمل لازم يبقى اللي اللي يعمل الاضراب او يكون الاضراب عن طريق اللجنه النقابيه اللي انا تابع ليها ادي اول حاجه اللجنه النقابيه بقى هتبلغ مين برافو عليكم هتبلغ صاحب العمل والجهه المختصه هتبلغه بايه يا مستر هتبلغه بحاجتين هتقول له معاد الاضراب واسباب الاضراب تاني هتقل... هتقول له معاد الاضراب واسباب الاضراب وبشرط تبلغه قبلها على الاقل بعشر ايام من الاضراب وده اول رقم هناخده النهارده في قانون العمل هقوله تاني عشان في نقطه مهمه جدا لازم اللجنه النقابيه تخطر صاحب العمل عن الاضراب قبلها ب ايام على الاقل قبلها بقد ايه؟ ب ايام على الاقل، طب نفهم الاول ليه تبلغه قبلها ب ايام، طيب مش هي احنا قلنا هتبعت له اسباب الاضراب تمام فلما تبعت له اسباب الاضراب قبل الاضراب بعشرة 10 ايام وصاحب العمل ده حل المشكله يبقى كده مفيش داعي لايه؟ تمام مفيش داعي للاضراب خلاص، طيب هل لو اللجنه النقابيه دي لو جالنا سؤال صح وغلط وقال قامت احدى اللجان النقابيه باختار صاحب عمل باضراب قبل الاضراب ب 15 يوم، هل الجملة كده صح أو خطأ؟ طبعاً لو أنت حافظ هتقول خطأ، لا ده المستر قال قبلها بعشرة أيام، لا أنا بقول لك الجملة صحيحة، ليه؟ خلي بالك أنا قلت إيه؟ قبلها على الأقل ب أيام، يعني إيه؟ يعني ممكن يكون عشرة 15 20 بتبعت له قبلها، المهم ما تقلش المدة عن كام؟ عن عشرة أيام، وآخر حاجة في الإجراءات يعتبر الإضراب إجازة بدون أجر، تاني يعتبر الاضراب اجازه بدون اجر يعني لو انت عملت اضراب مده الاضراب اللي انت هتعملها بالشغل سواء كانت اسبوع 10 ايام حسب المده اللي انت عملتها هتعتبر للعامل اجازه هتتحسب له ايه اجازه بس بدون ايه بدون اجر يعني مش هياخد عليها اجر ومع ذلك القانون برضه ما غفلش حاجه مهمه جدا قال ان الاضراب ده حق من حقوق العامل بس خلي بالك هو حق سلبي حق ايه سلبي طب ليه سلبي لان ده في توقف عن الانتاج وطبعا توقف عن الانتاج وتوقف عن العمل ده بيخسر صاحب العمل فهو حق من حقوقك بس حق بطريقة سلبية بس حقك القانون اداهولك حق في ممارسة العمل بتاعك طيب ومع ذلك القانون برضو قال خلي بالكم بقى الاضراب مسموح وكل حاجة لكن هناك منشآت حيوية واستراتيجية يحظر فيها الاضراب يعني ايه مستر يحظر ممنوع منعا بتا فيها الاضراب. طب ليه؟ ما انا هقول لك ليه؟ الوقت انا بقول منشات ايه؟ حيويه، يعني ايه حيويه؟ تخص حياتنا احنا، احنا مين؟ احنا انا وانت، احنا بص، يعني مثلا هنفترض مع بعض كده، احدى المستشفيات عملت اضراب. هل ده ياثر علينا؟ اه طبعا ياثر. طيب، المخابز عملت اضراب، المؤسسات التعليميه عملت اضراب، وحده مطافي عملت اضراب، منشات امن قومي عملت اضراب. إيه المواصلات عملت اضراب، كل دي منشات لا يجوز ويحظر فيها نهائيا الاضراب لانها تاثر علينا احنا. طب يا مستر لما كل ده ممنوع فيه الاضراب. امال الاضراب يتعامل فين؟ الاضراب يتعامل في منشاه صناعيه ما تاثرش عليا، منشاه تجاريه ما تاثرش عليا، لان لو هتاثر عليا يبقى محظور فيها الاضراب. ده بالنسبه لي شرحها، اما بتيجي ازاي بقى في الامتحان؟ ورقتك وقلمك واكتب اللي انا هقوله ده. عندنا سؤال ده سؤال اساسي في امتحان مادتنا قانون العمل السؤال ده اسمه ايه اذكر الراي القانوني اذكر ايه الراي القانوني ولا رايي ولا رايك انت امال راي مين راي القانون اللي انت خدته الراي الاجابه بتاعتنا بتبقى كالاتي يا اما بقول الموقف اللي حصل ده قانوني او غير قانوني يبقى تاني لما يقول لك اسكر الراي القانوني بتشوف الموقف اللي حصل ده يمشي مع القانون يبقى قانوني، لو مخالف للقانون يبقى غير ايه؟ قانوني، وفي الحالتين لازم اقول السبب، قانوني ليه او غير قانوني ليه؟ هدي مثال، لو انا قلت لك كده نظم مجموعه من العاملين باحدى المستشفيات اضرابا سلميا متبعين جميع الوسائل السلميه في الاضراب، يعني ناس في مستشفى عملوا اضراب، طيب هل ينفع ناس في مستشفى يعملوا اضراب؟ هل ده يمشي مع القانون؟ اه هتقول لي لا ما يمشيش بس انا مش هكتب له لا ما يمشيش هقوم قايل له كده غير قانوني طب غير قانوني ليه لان المستشفيات من المنشات المحظور فيها الاضراب يعني الممنوع فيها الاضراب طيب مثال تاني عشان اللي ما خدش باله من الاولاني يفهم التاني نظم مجموعه من العاملين بوحده اطفاء اضرابا سلميا وحده اطفاء يعني مطافي طيب هل يعقل ان المطافي تعمل اضراب طبعا استحاله ليه لان ده ممكن ياثر على ده ممكن ياثر على ارواح المواطنين يبقى هقول له هنا ده مخالف للقانون بس مش هكتب مخالف للقانون امال هكتب ايه هكتب له كده غير قانوني ليه غير قانوني لانها من المنشات المحظور فيها الاضراب يبقى اي منشاه من اللي احنا قلناها ممنوع فيها الاضراب او محظور فيها الاضراب بقول له كده الاجابه غير قانوني لانها من المنشات المحظور فيها الاضراب يبقى احنا كده خدنا قانون العمل انواع العمل الخاص اتكلمنا على شروط تطبيق قانون العمل من حيث الموضوع ومن حيث الاشخاص اتكلمنا كمان على اضراب العاملين. النهارده بقى ان شاء الله هنتكلم على الاغلاق. قبل ما نتكلم على الاغلاق نبص مع بعض كده الحاجات اللي احنا راجعناها عشان الورقه والقلم بتاعتك مهمه جدا وتكتب الحاجات دي. قلنا يجب ان ينظم الاضراب من خلال المنظمه النقابيه يقصد بها النقابه يعني ويخطر بكل من صاحب العمل والجهات الاداريه يعني النقابه بتبلغ الجهه الاداريه المختصه وصاحب العمل قبلها بقد ايه برافو عليكم بعشر ايام على الاقل متضمنا اسباب الاضراب والمده الزمنيه المحدده وتعتبر مدته اجازه للعامل بدون اجر خلي بالك يحظر الاضراب اللي احنا النقطه اللي اتكلمنا عليها يحظر الاضراب عن العمل في المنشات الحيويه والاستراتيجيه قلنا كلمه الحيويه اللي هي تخص حياتنا احنا اما الاستراتيجيه دي تخص تخص الامن القومي يعني منشات الامن القومي زي ايه زي المواني زي المطارات كل دي منشات يحظر فيها الاضراب طيب تعالى بقى نتكلم على درس النهارده الاغلاق هقول تاني استحدث قانون العمل او استحدث قانون رقم 12 لسنة 2003 حق نقط وحق نقط برافو عليكم حق الاضراب ده الاول الحق التاني بقى حق الاغلاق خلي بالك الاضراب من كلامي كده كان يخص مين العمال اما الاغلاق يخص صاحب العمل طيب يبقى لما جينا اكمل الاحكام التي استحدثها قانون 12 لسنه 2003 حق ايه وحق ايه؟ حق الاضراب وحق الاغلاق. طيب احنا هنتكلم على ايه؟ اغلاق المنشاه. قد تمر المنشاه بظروف اقتصاديه تدفع صاحبها صاحب العمل الى تقليص نشاطه او اغلاق جزء منها والابقاء على الاعمال الاخرى او حتى اغلاق المنشاه بصوره كامله بما سيتتبع بالضروره الاستغناء عن بعض العمال. كلام كبير قوي يا مستر هو الكلام ده معناه ايه هقول لك معناه ايه ببساطه شديده جدا كلمه اغلاق يعني ايه غلق يعني هقفل واحنا قلنا ال الاغلاق ده يخص صاحب العمل وصاحب العمل عنده منشاه طيب يغلقها امتى القانون قال اذا كان صاحب العمل ده بيمر بظروف اقتصاديه صعبه يعني ايه ظروف اقتصاديه صعبه يعني عنده ركود في المبيعات عنده توقف في الانتاج، عنده الارباح بتقل، مش قادر يدفع مرتبات العاملين او حتى عنده اي عائق صحي يخليه ما يقدرش يتابع العمل بتاعه، القانون اداله الحق في اغلاق المنشاه بتاعته، سواء كان الاغلاق ده اغلاق جزئي او اغلاق كلي، طب يا مستر اغلاق كلي وفاهمينها، هيغلق المنشاه كلها، اغلاق جزئي يعني ايه؟ يعني تقليص النشاط، طب يعني ايه برضه تقليص النشاط؟ هقول لك يعني يعني مثلا انا صاحب مصنع بمر بظروف اقتصاديه صعبه عندي الف عامل مش قادر ادفع مرتبات القانون اداني الحق ان انا استغنى عن نص العمالة او ربعها يعني استغنى عن بعض العمال اللي عندي واكمل بالعمال اللي باقيين او شغال بثلاث خطوط انتاج بدل ما شغل اشغل ثلاث خطوط هشغل خط او خطين شغال ثلاث ورديات بدل ما اشغل ثلاث ورديات أشتغل بوردية واحدة، اللي أنا بقوله ده اسمه تقليص النشاط أو الإغلاق الجزئي، خلي بالك القانون حريص جدا 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 على موضوع الإغلاق ده، ليه؟ لأن الإغلاق معناه إيه؟ معناه إن أنا هقفل المنشأة، طب هقفل المنشأة يعني إيه؟ يعني منشأة صناعية بيعمل فيها لا يقل عن 1000 ألف أو 2000 أو 3000 عامل، لما أغلقها العمال دول هيروحوا فين؟ ما هي دي مشكلة كبيرة، عشان كده القانون أه هو إدى إيه الحق لصاحب العمل بالإغلاق لكن حط له ضوابط مهمه جدا ليه قانون العمل معمول لمين اصلا قانون العمل معمول لرفع مستوى طبقات العمال مش صاحب العمل كده كده صاحب العمل مع راس المال لكن القانون محطوط للعمال يوم ما اجي نعمل اغلاق ما انا همشي عمال عشان كده القانون حريص جدا في موضوع الاغلاق ده طيب حد هيقول لي مستر يعني لو جه في الامتحان وقال لي عرف الاغلاق هقول له ايه هقول له ببساطه كده عندما تمر المنشاه بظروف اقتصادية صعبة يعني ايه ظروف اقتصادية صعبة يعني صاحب المنشأة بتقابله عوائق مالية او عوائق صحية إيه القانون اعطى الحق لصاحب العمل باغلاق المنشأة سواء كان اغلاق ايه جزئي او كلي كلمة جزئي اللي هي عندك في الكتاب اسمها تقليص النشاط كلمة تقليص النشاط يعني تقليل النشاط النشاط موجود بس هيقل شوية يبقى ده اسمه اغلاق جزئي طيب الاغلاق ده هل يعني صاحب العمل كده يصحى الصبح يقول انا هغلق المنشاه؟ لا طبعا، ليه لا طبعا؟ لان احنا عندنا عمال اما اقول عمال الدوله مهتمه بالعمال جدا، مهتمه بالطبقه العامله، عايزه ترفع مستوى معاشتها، فمش بسهوله جدا كده هيجي صاحب العمل ده ويقول انا هغلق المنشاه بتاعتي، لا ده ليها ضوابط واجراءات. طيب تعال نبص مع بعض كده على قد يكون إغلاق المنشأة كليا أو جزئيا، النقطة اللي اتكلمنا عليها، مشروعا، كلمة مشروعا هنا يعني إيه؟ يعني قانونيا، يعني القانون هو اللي بيقول كده، إذا دعت إليه ضرورة اقتصادية يتعرض مع صاحب العمل لخسائر جسيمة، يعني زي ما قلت لك مبيعات بتقل، أرباح بتقل، الإنتاج بتاعه ما عادش بيتباع، فهنا دي اسمها ضرورات اقتصادية. بما في ذلك فترات التضخم أو الركود الاقتصادي، يعني إيه تضخم أو ركود اقتصادي؟ فترات المنتجات بتاعته ما بتتباعش فيها أو حتى مرض صاحب العمل، يعني لو صاحب العمل ده شخص طبيعي، شخص طبيعي خلي بالك، وعنده مشاكل صحية ممكن في إن هو يغلق وده قانوناً، بس هنا بيقول لك إيه؟ مرض صاحب العمل، خد بالك من الحتة ديت. طب يعني يا مستر لو صاحب شركة وجاله مرض يغلق لا لو صاحب شركه يبقى هنا شخصيه اعتباريه ما احنا بنتكلم هنا لو شخص طبيعي وجاله مرض وهو الشغل متعلق بطبيعته الشخصيه فممكن يغلق المنشاه طب هل الاغلاق ده هيبقى عشوائي لا طبعا لا طبعا ليه لان انا قلت لك كده الدوله بتهتم بالطبقه العامله عندنا اكتر من 21 مليون ويزيد عاملين طبقه كبيره جدا 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 ومعمل لهم القانون اللي بنتكلم عليه يبقى إذن الدولة بتهتم بالطبقة العاملة عشان ترفع مستوى المعيشة ده حتى كمان عندنا نقطة مهمة جدا بتجيلنا في الامتحان ونشرحها يجي يقول لك إيه يؤخذ على قانون العمل أنه كثير التكلفة يعني إيه يعني من ضمن الانتقادات التي وجهت لقانون العمل أنه كثير التكلفة مكلف يعني مكلف أه فعلا قانون العمل مكلف بس مكلف على مين؟ مكلف على صاحب العمل، ليه؟ القانون لما تم وضعه اه رجع حق للعامل، حق العامل يعني ايه؟ يعني حدد ساعات العمل للعامل في اليوم 8 ساعات في اليوم، طب والباقي بنسميه الوقت الاضافي او الاوفر تايم، مين اللي هيدفع الكلام ده؟ تمام صاحب العمل، الاجازات اللي بيستحقها العامل اجازات مدفوعه الاجر اجازه وضع اجازه اداء امتحان اجازه مرض كل دي اجازات مدفوعه الاجر مين اللي هيدفعها صاحب العمل يبقى هو مكلف على مين على صاحب العمل ماشي يبقى هو ما يكون مكلف على صاحب العمل انا يهمني طبقه العمال لان طبقه العمال لو دخلها زاد لو طبقه العمال دخلها زاد هل ده يؤثر على القوه الشرائيه الاقتصاديه للدوله طبعا ده انا لو يعني ببساطه كده انت او انت لو بتاخد مصروف 10 جنيه بتشتري حلويات ب 5 جنيه طب قدر كده مصروفك بقى 20 جنيه يبقى انت هتشتري اكتر فالطبقه العامله دي لو اجرها زاد هتحرك الوقود الاقتصادي وتنعش البلد يعني ايه تنعش البلد تزود الانتاج يعني ايه تزود الانتاج يعني صاحب العمل يكسب اكتر لان لما تزود الانتاج معنى كده ان المنشاه دي هتشتغل اكتر عايزه تنتج اكتر عشان في مبيعات اكتر فهي انا هدفي طبقات العمال عشان كده الدوله قالت لما تيجي نعمل اغلاق لازم نعدي بمجموعه من الاجراءات. لجنه الدوله عملت لجنه مختصه لدراسه اي طلب للاغلاق. طبعا اي اي صاحب عمل هيبقى يغلق المنشاه بتاعته مش هيغلقها كده من نفسه لا لازم يقدم خطاب للجهه المختصه او اللجنه المختصه ان انا هغلق المنشاه، طب هتغلقها ليه؟ لازم يقول في الخطاب ده حاجتين يعني نشرحها كده ببساطه وبعد كده نشوفها بالكتاب بتقول ايه يبقى هنا الاغلاق ده يتم عن طريق لجنه مختصه الجواب الاغلاق او اختار الاغلاق اللي ابعته للجهه دي لازم ان يشمل على حاجتين ايه هم الحاجتين دول اول حاجه اسباب الاغلاق هتقول انت هتغلق ليه لان اللي هيقدر الكلام ده مين اللجنه اللي الدوله عاملاها ثانيا بقى عدد العمال المراد الاستغناء عنهم يعني ايه ما الدوله عايزه تطمن انت هتمشي كام عامل ما هو ما هو الدوله الام هم دول مسؤولين منها فهي عايزه تعرف انت هتمشي كام عامل يبقى نقول تاني الاغلاق يتم عن طريق الجهه المختصه او اللجنه المختصه يجب ان يشمل طلب الاغلاق على اسباب الاغلاق وعدد العمال المراد الاستغناء عنهم ويجب على صاحب العمل التشاور مع اللجنه المختصه في اعداد العمال المراد الاستغناء عنهم يعني ايه يا مستر؟ يعني صاحب العمل ما يقدرش يستغنى عن اي عامل دون رجوع للجهه المختصه. تاني صاحب العمل القانون قال ما يقدرش يستغنى عن اي عامل دون رجوع للجهه الايه؟ الجهه المختصه. كمان اللجنه لازم ترد على طلب الاغلاق ده في خلال 30 يوم على الاكثر، يعني انا انا كصاحب عمل ايه اجراءات الاغلاق اللي انا هعملها؟ اول حاجه هخاطب اللجنه المختصه هخاطبها ازاي؟ طبعا هخاطبها كتابة او باختار والاختار ده هيوصل له في حاجتين ايه هما الحاجتين دول؟ اسباب الاغلاق انا بغلق ليه؟ او يعني اللجنة لازم تشوف مجايز الاسباب دي غير كافية للاغلاق ما اللجنة هي اللي هتحدد يبقى اسباب الاغلاق وعدد العمال المراد الاستغناء عنهم عدد العمال اللي انا ممكن استغنى عنهم وهنا لازم اتشاور مع اللجنة المختصة في عدد العمال اللي انا المراد ان انا استغنى عنهم اللجنه هتبحث الكلام ده كله ولازم ترد في خلال 30 يوم على الاكثر، يعني في خلال 30 يوم ترد على صاحب العمل، يا تقول له انا موافقه على الاغلاق، يا تقول له لا اسبابك غير كافيه للاغلاق. طيب الاغلاق ده هيتم، طب العامل كده يعني العامل ده مجبر كده ان هو خلاص هيمشي من المصنع لو اللجنه وافقت على الاغلاق. هل يا مستر ليه مكافاه؟ اه طبعا ليه مكافاه المكافاه دي بتتحسب ازاي وبنسميها مكافاه الاغلاق طب بتتحسب ازاي مكافاه الاغلاق القانون قال هتتحسب عباره عن شهر عن كل سنه من الخمس سنوات الاولى وشهر ونص عن باقي المده تاني تاني هقولها وبعد كده اوضحها هي عباره عن شهر عن كل سنه من الخمس سنوات الاولى وشهر ونص عن باقي المده مش فاهمين يا مستر هقول انا مثلا شغال في منشاه صناعيه والمنشاه دي هيتم اغلاقها انا بقالي في المنشاه 8 سنوات هل ليا مكافاه لو تم الاغلاق طبعا ليا مكافاه تتحسب ازاي المكافاه دي احنا بنقول هنقسم المده دي لاثنين نقسمها كام زي ما القانون قال خمسه والباقي يعني انا شغال ثمانيه يبقى الخمسه هم والثلاثه الخمسه دول هاخد على كل سنه منهم شهر مكافاه يعني متوسط السنه مثلا 1000 جنيه وانا اخد خمس شهور يبقى اخد مثلا 5000 جنيه باقي المده اللي هي الثلاث سنين على كل سنه اشتغلتها اخد شهر ونص مكافاه دي طبعا بتجينا في الامتحان اكمل يستحق العامل مكافاه الاغلاق عباره عن نقط عن كل سنه من الخمس سنوات الاولى عباره عن شهر عن كل سنه وشهر ونص عن باقي المده يبقى تاني نوضح الاغلاق تاني ببساطه جديدة الاغلاق لما المنشاه بتمر بظروف اقتصاديه صعبه القانون ادى الحق لصاحب العمل باغلاق المنشاه سواء كان الاغلاق ده اغلاق جزئي او اغلاق كلي، طب ايه يا مستر الاسباب الاقتصاديه اللي ممكن يقع فيها العامل؟ الاسباب دي ممكن تكون اسباب إيه نتيجه للوقود او التضخم الاقتصادي او حتى مرض صاحب العمل، القانون اداله الحق بالاغلاق لكن في إيه حدود ونطاق معين اللي بسميها اجراءات الاغلاق، بتتم ازاي اجراءات الاغلاق؟ اول حاجه يتم الاغلاق عن طريق اللجنه المختصه اللجنه المختصه دي تستلم الخطاب والخطاب ده لازم يبقى فيه حاجتين الاختار يجب ان يشمل اسباب الاغلاق صاحب المصنع ده يغلق ليه لازم اقول له الاسباب وعدد العمال المراد الاستغناء عنهم ولازم على صاحب العمل يتشاور مع اللجنه المختصه في عدد العمال المراد الاستغناء عنهم اللجنه بتاخد الكلام ده والقانون اداها 30 يوم بالكتير ترد على صاحب العمل يعني لو جالك سؤال اكمل كده وقال لك يجب ان ترد اللجنة على خطاب الاغلاق في نقط يوم في حدود او 30 يوم على الاقصر واتكلمنا على مكافأة الاغلاق وقلنا مكافأة الاغلاق بياخدها العامل اللي تم غلق المنشأة بتاعته عبارة عن ايه عبارة عن شهر عن الخمس سنوات الاولى على كل سنة بياخد شهر وباقي المدة باقي المدة يعني ايه يعني انا شغال اكتر من خمس سنين باخد اجيب الخمسه كده اخد شهر عن كل سنه اشتغلتها وباقي المده باخد شهر ونص كمكافاه يبقى ده كده اجراءات الاغلاق تعال نبص كده الكلام المكتوب ورقه وقلم واكتب معايا الكلام ده عشان لما تيجي تذاكر في البيت مفيش حاجه تقف قدامك ان شاء الله اي سؤال عدى عليك في الكتاب او في امتحان سابق ابعته لنا واحنا ان شاء الله هنجاوبه لك حتى لو الفكره ما عدتش عليك قبل كده احنا موجود موجودين عشان نجاوبه لك طب نبص كده قلنا قد يكون الاغلاق المنشاه اغلاق كلي او جزئي اذا دعت اليه الضروره الاقتصاديه واتكلمنا على الضروره الاقتصاديه اللي هي خسائر جسيمه لصاحب العمل سواء كانت في فترات التضخم او الركود الاقتصادي او حتى مرض صاحب العمل اذا حال دون استمراره في نشاطه يعني ايه؟ يعني المرض ده خلاه مش قادر يمارس نشاطه، فكده القانون اداله الحق بالاغلاق. شروط الاغلاق. على صاحب العمل ان يتقدم بطلب اغلاق المنشاه او تقليص حجمها. كلمه تقليص حجمها هنا يعني ايه؟ يعني اغلاق جزئي. الى لجنه تشكل لهذا الغرض، اللجنه دي قلنا عليها لجنه مختصه، اللجنه دي مشكله لدراسه طلب الاغلاق. يجب ان يشمل طلب الاغلاق على حاجتين، اسباب الاغلاق وعلى اعداد وفئات العمال الذي سيتم الاستغناء عنهم يبقى الطلب يجب ان يشمل حاجتين ايه هم اول حاجه ان الطلب لازم يشمل على اسباب الاغلاق وعدد العمال المراد الاستغناء عنهم وقلت لك لازم صاحب العمل يتشاور مع اللجنه المختصه في عدد العمال المراد الاستغناء عنهم طب يا مستر هو بيتشاور ليه هي اللجنه اصلا تعرف العمال لا هيبقى في لو لو, لو انا عملت مثلا اغلاق جزئي يعني ايه جزئي؟ يعني همشي عمال واسيب عمال. طب ايه المعيار اللي انا همشي عليه؟ يعني اسيب ده ليه وامشي ده ليه؟ اللجنه بقى بتحدد معايير بحسب الاقدميه، حسب الاحتياج، حسب الاكبر سنا، حسب الاحتياج العامل للعمل، كل ده اللجنه هي اللي بتحدده مش صاحب العمل، عشان كده بقول لك ايه؟ يحظر على صاحب العمل الاستغناء عن اي عامل دون الرجوع للجنه مين؟ او الجهه المختصة ما يقدرش يستغنى عن أي عامل إلا عن طريق اللجنة المختصة. طبعا النهارده خدنا قانون العمل من أوله لحد ما وصلنا للإغلاق. إن شاء الله بإذن الله كده تكون حصة أفادتكم جميعا وإن شاء الله نلتقي في الحلقة القادمة في برنامجنا سر التفوق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.